الحياة فام، الحياة فام، زهرة الحياة. رئيس المكتب الجهوي لمديرية وزارة التربية والقيروان. دورة رمضان اللي شاركنا فيها 6 فرق، وصلنا للدور النهائي احنا وخيالنا زملائنا في الديوان، والحمد لله يا ربي توجنا بكاس الدورة، وان شاء الله المهم تتواصل التظاهرات هذه في القروان، وماذا بينا ناس كل نتعرف على بعضنا وخيان. اكيد احنا موجودين اليوم ليلة في مناسبة حلوة ياسر، نهائي في طرف ميدانية التربية للتعليم، حاجة باهية، حاجة انا نخرج من نطاق العمل، نخرج من نطاق البيروات والوثائق والاوراق، وهذا هو الهدف، معناها من الرياضة والشغل. حقيقة انتعشت بالجو العام، الأداء كذلك، الأداء حتى من ناحية فنية الأداء به طيب، حاجة جديدة حتى رياضيا، أنا فما ديكاليتي بهين، هذا هو، احنا ندعم كل الأنشطة اللي الدورة هذه دائرنا اللي نعملها كل عام، سبعة كبار تدور على الصحي اللي عاشت تونس ما توفرش سنة رجعنا. الجمعية اللي شاركت هي جمعية رياضة وشغل، وداد التعليم، المالية، الديوانة، اتصالة تونس، السباح، قسمة الأغالبة، هذوما جمعيات اللي شاركوا فيها. التحضيرات نتاع الدورات هذوما صارتو في رمضان، كل عام تتخدم من قبل رمضان بمدة، نحضروا الملعب لحكام، ديجا شفتوا اليوم الحكام نتاعنا حكام سيفيل، باش نعطيو كل جمعية حقها، ونواصلوا في النجاح اللي فعلت تمشي به الدورة هذه، وتنشط به الرابطة الجهوية لرياضة الشغل والقروة. أهمية الدورات كما الدورات هذه هو تقريب العلاقات ما بين المؤسسات وما بين الفرق المشاركة، واللي الرياضة هي أهم حاجة فيها الروح الرياضية، واللي ديما لوجوها باش تكون هي المنتصرة في مثل الدورات هذه. على ذلك السهرة الرمضانية هذه كان فيها دور نهائي في دورة رمضان اللي نظمتها الرابطة الجهوية للرياضة والشغل بالقروان. أسامة العويتي رئيس لجنة تأديب القوانين بالرابطة الجهوية للرياضة والشغل. اليوم كان دور نهائي للدورة الرمضانية 2022. الدورة هذه كانت مشاركة يعني 6 فرق اختصاص رياضة وشغل كرة قدم، 6 لاعبين. الدور النهائي اليوم كان ما بين جمعية الديوانة الرياضية وجمعية ودادية التربية والتعليم بالقيروان. الروح الرياضية كما شفتوا كانت طاغية في اللقاء، كان فما حضور جماهيري، كان فما زادة حماس في اللقاء، واحد كل الحمد لله بغض النظر عن النتيجة، مبروك بالطبيعة الفائز اللي هو ودادية التربية والتعليم، واحد كانت الروح الرياضية هي المنتصرة في اللقاء. نحب زادة نشكر شكر كبير يعني المساهمين في نجاح الدورة هذه، وخصوصا يعني كنافة القيروان اللي الحق يقال كانوا واقفين معنا برشا من ناحية التنظيم، من ناحية زادة توفير الحلويات الرمضانية وتسكيلي اختصاص كنافة، ذقنا حاجات بنينة برشا يعطيهم الصحة، وماذا بيا كانت عديونهم الكلمة تنجم تقدم راحة مدى. الحياة فام، الحياة فام، زهرة الحياة.